حتى إشعار آخر: سيبقى مقعد سوريا في القمة العربية المقبلة وفي الجامعة العربية خالياً ممن يمثل دمشق. بيان وزارة الخارجية الجزائرية يؤكد ذلك. سوريا غلبت مصلحة القمة العربية على الأمان السياسية. الجزائر تعتبر أنه حان الأوان لعودة سوريا لحظيرة الجامعة العربية، وأن مقعد سوريا يجب أن يعود للدولة السورية. عودة سوريا إلى القمة العربية المقبلة أرادت بها الجزائر لم الشمل العربي، والأسد يدعم صديقة الجزائر في مسعاها بتأجيل طرح عودة سوريا إلى القمة إلى أن يتم ترميم الصف العربي. وانطلاقاً من هذا السبب، ولأن سوريا حريصة على كل العمل العربي وكل التضامن العربي وحريصة على وحدة الصف العربي، قالت أن تبدي مصلحة الدول العربية واستمرار عمل جامعة الدول العربية على مصلحتها الشخصية. سوريا بقرارها تجهض مخطط إفشال القمة العربية بالجزائر، والكلام عن احتمالية تأجيل القمة العربية فصل فيها رمطان العمامرة عندما قال إن القمة ستكون في موعدها بأراضي الجزائر. نلاحظوا أنه في الأيام الأخيرة كانت فيه حملة إعلامية فيما يتعلق بالأزمة السورية بغرض التأثير على الرأي العام العربي وإبراز النظام السوري باعتباره نظام غير شرعي يقتل شعبه. سوريا لم تشارك في قمة عربية منذ أن صفقت دول عربية عضوة بقرار تجميد عضويتها العام 2011. الاجتماع الذي عقد يوم 2/11/2011 يقرر ما يلي: تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. رغم الحصار على سوريا، تبقى الجزائر من الدول القليلة التي لم توافق على تجميد عضوية سوريا، ولم تغلق سفارتها في دمشق بعد ذلك، وتبقى أكثر الدول التي تدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فالجزائر تسعى دائماً إلى وحدة الصف العربي دون إقصاء أي كان.